الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد ما خلصنا الباب الثاني راح نجيب بيش بيا باب الثالث، مو صح؟ زين خلصنا الباب الأول، راح نجيب الباب الثاني. يلا هسه عندنا الباب الأول زائد الباب الثاني زائد الباب الثالث. واي واحد يجيك من عند ريح سته ويستريح، مو صح ولا لا؟ يعني هذا مثلا هذا واجهت بمشكله، انت شو تسوي؟ اقفله بعد حكم اقفالته، واضح؟ يعني عندك من الشغلات ما ضابطهن هسه اضبطها قبل ما ابدي، واضح؟ يعني هاي المحاضره اذا اليوم زين تحس نفسك انه الباب الاول ما ضابطه، انت روح قفله الباب الاول. زين؟ احنا خلصنا الباب الاول، الباب الاول كان هو مثل ما قلت لكم اصعب باب، انتوا تقولون اسهل باب. زين اسهل من التفاضل. المهم يعني احنا كباب اول هو هو الاصعب. بدوال جبريه، تكامل الدوال الجبريه وتكامل الدوال المثلثيه، واضح؟ بعد جبريه زائد شنو؟ مثلثيه. الجبريه بها ست قواعد. المثلثية ست قواعد زائد تسع حالات، صح؟ واحنا ما نحفظها حالات، احنا نحفظها ملاحظات. احتمال السؤال واحد اقدر اجمع لك فد خمس حالات عادي ترى، واضح؟ انت تشتغل حاله حاله. مثلا اذا زوايا مختلفه توحد الزوايا على سبيل المثال، يعني وراها طلع عندك ضعف زاويه، اسال نفسه راح يمنع على ضعف الزاويه، ضعف الزاويه يا حاله الثانيه مثلا يعني، زين؟ زين الملاحظه الثانيه خلينا نقول هيك، زين شلون استخدم ضعف الزاويه؟ زين ضعف الزاويه للساين لو للكوساين، اذا للساين قانون واحد، اذا للكوساين للقوانين، وهكذا يعني هيك تشتغل الحالات مالتك، يعني مو تشتغلهم منهم حاله ولا، يعني ما يصير تجي واحد ماكو حكي، قلت لك باحتمال يعني سؤال اجمع لك الحالات كلهم عادي، واضح؟ فالباب الاول كان هو الباب الصعب عندنا، خلصناه. راح نبدي بيش بالباب الثاني، الباب الثاني سهل، اسهل من الباب الاول كلش. ليش؟ يعني انت بعد اخذت هنا قواعد، هنا راح تطبق القواعد لا اكثر ولا اقل. يعني التكامل اللي هنا يعتمد على من؟ على خلينا نجزئ هسه الباب الثاني، بس ركز وياي على ما تعرف شلون تقرا بالبيت وشلون تصنف محاضراتك وشلون تسوي خطه للدراسه مالتك. بس ركز وياي. الباب الثاني كالآتي، انتبهوا يعني بأسئلة تكامل محدد. احنا هذا الباب شو يسموه؟ تكامل غير محدد، كنا هيك ناخذ صح ولا لا؟ بس هيك تكامل غير محدد. هسه راح ناخذ تكامل شنو؟ محدد وياي؟ يعني في حدود هنا وهنا، هسه راح نعرف شنو الفرق مالتها. ركزوا وياي. هنا هذا شنو التكامل؟ محدد، اسئله التكامل محدد تقريبا 16 سؤال عندي. يعني وكلهم ما راح علينا، بس شنو؟ الفرق مالته هنا ايش فيه؟ محدد. ولا كل الاسئله ما راح علينا، راح نكامل بسرعه. بعد الداله المقابله، تكامل الداله المقابله. بعد تكامل المطلق. بعد تكامل الدالة الشطرية. بعد اللين زائد الإي، الدالة اللوغاريتمية الطبيعية زائد الإكسبونيشن، واضح؟ يعني الدالة الوسيلة. بعد ستة أسئلة مرشحة مهمة جدا، هذا اللي راح ناخذه وين؟ الباب الثاني، هذا اللي راح ناخذه الباب الثاني. هسه اللي عندي شنو؟ اسئله تكامل محدد هسه راح نبدي بيها ان شاء الله نبلش. زين وبعد داله المقابله وبعد بعد تكامل الداله الشطريه بعد اللين والايد وبعد هذا اللي هذا محتوى الباب الثاني. ركز وياي. هاي سهله. هاي سهلة جدا. هاي سهلة جدا جدا. هاي أسهلها.
واضح؟ هاي هذا المسار التسويق، هاي جديدة، هذا شيء جديد علينا، هو سهل، سهل، جديد وسهل. واضح؟ وهذا أيضا ست أسئلة مرشحة سهلات. هذا شنو ست أسئلة؟ أكو أسئلة يربط بين التفاضل وبعد والتكامل راح ناخذها هنا. يعني هسه قبل ما أبدي بهاي الأسئلة أقول لك مثلا راجع لي فلان إن شاء الله بالتفاضل عم تجي هنا. طبعا. زين؟ فهنا هذا الباب الثاني كله سهل، كله سهل، ما بي أي مشكلة. بس شوية أريدك شنو؟ فتح لي دماغك وياي. هاي واحدة، اثنين هاي الباب الثاني، هذا محتوى الباب الثاني، هذا راح ناخذه وبعدين هذا وبعدين هذا، يعني أنت سوي لك فالترتيب هسه يمك بالملزمة، سوي لك فالترتيب، قول لي هذا المواضيع، خلص هذا الموضوع، خلص هذا، خلص هذا، 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 بعدين هذا. آخر شيء. هذا الترتيب مالتنا مال الباب الثاني. نخلص الباب الثاني نروح الباب الثالث وأخير باب عندنا هذا الفصل اللي هو فصل التكامل. يلا. تكامل من سالب 2 إلى 2 3 x ناقص 2 dx. تكامل من 1 إلى 2 x بالسالب 2 زائد 2 x زائد 1 dx. تكامل من 1 إلى 3 x أس 4 زاد 4 x dx. تكامل من 0 إلى 2 x تربيع زاد x تكعيب على x dx. شنو تشوفون هنا عادي؟ شنو شبيه التكامل؟ شبيه علامة التكامل؟ بيها حدود، واضح؟ علامة التكامل شنو بيها؟ بيها حدود، بس ركزوا وياي. ركزوا وياي. ركزي. تكامل x dx، يلا كامل. زيد الاس 1 قسم على الاس زاد سي، صح؟ زين يلا وياي كامل من 1 من 0 الى 1 كامل اكس دي اكس كامل اعتياديا زيد الاس 1 وقسم علينا زين. بس ركز وياي كنا شو نقول؟ هسه بعد ماكو سي شو نقول؟ نقول الحدود من 0 الى 1 هذا هو. بس ركز وياي هسه راح اكمل لك الحل الباقي مال خامس ابتدائي وياي ولا كنا شو نقول؟ نقول زائد الاس 1 وقسم يعني هو تكامل اعتيادي كنا شو نقول؟ زائد سي بالتكامل الغير محدد شو نقول؟ زائد سي بالتكامل المحدد شنو؟ الحدود مالتنا بعد ما نقول زائد سي ثلاثتين وش نسوي؟ نفتح شنو قوسين؟ شو نفتح؟ قوسين بيناتهم سالب نفتح دائما بكل الاسئله نفتح قوسين بيناتهم سالب بالبدايه نعوض الحد الاول بالبدايه شو نسوي؟ نعوض الحد الاول عوض الواحد بدال كل اكس واحد تربيع على اثنين واحد على اثنين بعدين شو نعوض؟ الصفر صفر تربيع على اثنين صفر واضح؟ نص ناقص صفر نص ثلاثتين صفر على اي شيء؟ صفر يلا وياي شنو الفرق بين التكامل المحدد والغير محدد؟ الغير محدد نقول زائد سي زين المحدد شو نسوي؟ نحط الحدود ما نحط بعد السي ليش؟ لان صار محدد شنو نحط الحدود مالتنا هنا بالبدايه نعوض الحد الاول هنا وبعدين نعوض الحد الثاني هنا بس ركز وياي القوس الاول الحد الفوق يعني اذا عوضت الصفر هنا ما يصير يصير عندك الحال خطا وياي فلذلك القوس الاول للحد الفوق القوس الثاني للحد الجوه هاي ملاحظه رقم واحد وياي ملاحظه رقم واحد القوس الاول للحد الفوق القوس الثاني للحد الجوه افتهمناها هاي النقطه افتهمناها بعد انتبه وياي انتبه وياي هنا اثنين الى ثلاثه بس انتبه هنا لازم
نار صغيرة وهنا شنو؟ لازم ما أبدي بالحل إذا مو هيك ويا لا لا لازم هنا الصغير وهنا شنو؟ الكبير هذا لازم مفروض علينا لازم شنو نحط هنا الحد الصغير وهنا الحد شنو؟ زين أفرض ركز وياي أفرض جدك هيك من 5 إلى 4 صار الجو من وين؟ أنت تعكسن وياي أنت تعكسن شو تسوي من 4 إلى وش تحط؟ سالب من تعكسها شو تحط؟ سالب وياي إذا هنا انتبه لي انتبه وياي انتبه وياي يعني أنا عكست الأقواس كأنهم وياي ولا بس انتبه هنا شنو؟ عندك صغير وهنا شنو؟ كبير ما يصير احنا قلنا من الصغير للمن ما يصير من الكبير الى الصغير لذلك انت شو تسوي؟ الصغير تحطه جوا والكبير تحطه فوق وش تحط وياه؟ بس من تعكس تحط سالب مو بكل الاسئله بس من تعكس الحدود تحط سالب مو كل الاسئله تعكسين ويا لا لا بس من يجي هنا الكبير وهنا الصغير تعكسين لازم هنا شنو؟ الكبير وهنا شنو؟ الصغير لازم عرفتين؟ هنا كان شنو صغير وهنا كبير عكسته هنا الصغير وهنا الكبير وش حاطين؟ سالب واضح هاي النقطة؟ هاي ملاحظة 2 دير بالك بس ايش كم ملاحظة صار عندي؟ 2 احنا من أول ملاحظة بعد ما نحط سي شنو نحط الحدود ونفتح قوسين بيناتهم سالب القوس الأول نتعوض من الحد الأول الفوق والقوس الثاني للحد الجوة ملاحظة رقم 2 لازم الحد الصغير جوا والكبير فوق إذا جني معكوسات تعكسهن إذا أجى الصغير فوق أنت سوي جوا وحط شنو؟ حط سالب اعكس العملية مالته وش تحط؟ حط سالب وباقي الشغلات كلها هي نفس التكامل مال الباب الاول يلا خلينا نكمل ونشوف شلون راح يكمل ركزوا وياي يعني. هسه انا كامل ثلاثة تنزل زيد بس واحد ناقص التكامل الثابت هو النظر بجنب الثابت منين يوين من سالب 2 إلى 2 بس ركز هاي شنو صغير وهنا شنو؟ كبير اذا ما عندي مشكله ما عندي مشكله يبقى كمان هسه ايش راح اسوي؟ قوسين افتح قوسين بيناتهم بعد ما احط زائد سي شحط حدود بعد ما احط زائد سي شحط حدود يلا وياي هسه ايش راح اسوي؟ بدل كل اكس ايش راح اعوض؟ 2 يلا 3 × 2 ؛4 4 على 2 ناقص 2 × 2 بدل الاكس عوضت ايش قد؟ 2 وبدل الاكس عوضت ايش قد؟ 2 هسه ايش راح اعوض؟ سالب 2 يلا 3 × 2 ؛4 4 على 2 ناقص 2 × ايش قد هاي؟ سالب 2 يعني بهذا القوس عوضت بدال كل اكس 2 وبهذا القوس عوضت بدال كل اكس ايش قد؟ هسه العمليه مال الخامس ابتدائي عمليه توحيد مقامات وهاي الشغلات وياي هاي وياها ايش قد بيها؟ 2 × 3 = 6 ناقص 4 ناقص بس دير بالك حط اقواس دائما لان هذا السالب يتوزع دير بالك يلا هاي وياها ايش قد بيها؟ 2 × 3 ناقص زائد 4 ليه زائد؟ السالب بالسالب صح يصير موجب يلا 6 ناقص 4 2 ناقص 6 زائد 4 10 ويساوي سالب 8 موجب 2 وسالب 10 سالب 8 تعالى هذا هو التكامل المحدد وياي هذا هو التكامل المحدد يلا كامل زيد الاس 1 سالب 1 على سالب 1 زيد الاس 1 وقسم على الاس الجديد هاي راح تختصر صحيح ولا لا؟ زائد تكامل الثابت هو نضع بجنب الثابت اكس والواحد هاي اذا نزلناه ما نزلناه شنو زائد سي؟ شنو الحدود؟ الصغير كبير مو صح؟ هذا الصغير ولا كبير اكو مشكله؟ ما اكو مشكله تنزل كمان هي الحدود واضح؟ يلا هسه ايش راح يصير عندنا؟ انتبهوا وياي هذا السالب لمن؟ للكل هذا اللي الكسر كله احنا ما نتعامل ويا الاس ينزل جو ايش راح يصير؟ اكس اس واحد ما يحتاج نكتبه زين اكو فشي يضرب بالبسط؟ لا
لا شو نكتب اذا واحد اذا ماكو شيء شو نكتب واحد زاد شنو من عندي اكس تربيع زاد اكس من وين من واحد الى اثنين شو عرفت هسه قوسين بيناتهم هاي قوسين بيناتهم سالب عوض اثنين واحد على اثنين عوض اثنين أربعة عوض اثنين اثنين هسه شنو عوض واحد عوض الواحد سالب واحد سالب واحد على واحد زاد واحد عوض الواحد واحد زاد عوض الواحد واحد ها هسه وياي اكتبه وياي سالب واحد على اثنين زاد ستة صح ليش لان أربعة زاد اثنين ستة ناقص سالب واحد ويا الموجب واحد يروح شو يبقى واحد هسه نجيها سالب واحد على اثنين زاد ستة ناقص يعني شتى الأقواس السالب المين يتوزع اللي قبله على اللي وراء على الوراء يبالك مع قبله يبالك من هالشغله على الوراء ايش دائما هذا ساميكي زين لليمين سالب واحد على اثنين ستة ناقص واحد خمسة ركزوا يا خمسة تروح من عندها نص أربعة بوينت خمسة طبعا أربعة ونص درستين أو شو نسوي ركزوا يا هنا أنا زيد عدد عشرة مو صح اثنين في خمسة عشرة والسالب واحد تسعة على تسعة على اثنين يا أخي صحيح هذا والله تسعة على اثنين أو أربعة ونص يا أخي شنو صحيح هذا وياي ركزين أكو سؤال يلا نجي هنا هذا شلون كامل زيد نص واحد وقسم وقبل ما تكامل دائما هاي نصيحه هسه انا جابوها عليهم وراسا داعمونها بس اهدي قبل ما تكامل زيد دائما شوف لي الحدود لازم صغير جوا وكبير فوق دير بالك من هاي العمليه ترى خطاك بها بالوزاره حرامات تتعرف تكامل وتعرف الفكره وقارن تكامل حرامات تروح عليك الشغله زين اشاره تخرب عليك الحياه كلها فدير بالك الصغير جوا وكبير وين؟ فوق زائد بس جبت هنا 2 اكس تربيع مو زائد الاس واحد وقسم عليه هيك صارت اختصار ثاني هي 4 زائد الاس واحد وقسم عليه من؟ هاي كيف راح تصير؟ 2 اكس تربيع اختصار ثلاثه تدري تختصر ما تختصر كيفك عادي تفهم؟ يلا هسه نحط زائد سي لا شنو نحط من واحد لمن الى ثلاثة ايش راح نسوي نفتح قوسين بيناتهم سالب يلا عوض الثلاثة ثلاثة أس خمسة ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين في ثلاثة واحد وثمانية واحد وثمانية في ثلاثة ميتين وثلاثة وستين مو ميتين وثلاثة واربعين ميتين وثلاثة واربعين على زي على خمسة زائد ركز وياي عوض هنا ثلاثة تسعة في اثنين 18 عوض هنا واحد واحد على خمسة عوض هنا واحد اثنين مو صح يعني واحد في اثنين اثنين ها رابطين ميتين وثلاثة واربعين على خمسة زائد 18 ناقص واحد على خمسة ناقص اثنين سويت وزعت السالب على مود اجمع المشاركات واضح؟ نوزع السالب حتى نجمع، اول خمسه نجمعها نسوها والعاديات نجمعها نسوها. عرفت كيف؟ يلا، هسه سويت انا وزعت السالب، يلا. موجب 243 والسالب واحد. 242 على 5، المقامات متوحده اخذت مقام واحد وجمعت البسط. ويا لو لا 243 ناقص واحد 242. موجب 18 تروح من عندها 2 موجب 16 ها يلا 5 في 16 80 زائد 80 زائد 242 هاي كيف راح تصير؟ 2 وهاي 2 باليد واحد وهاي 322 322 على 5 واضحه؟ سويت 5 توحيد مقامات شلون قدي موفر؟ 5 في 16 80 زائد هاي شنو الاشاره؟ زائد واضح؟ 80 زائد
243 و 242 322 على المقام نفسه. واضحة؟ يلا ضعوا لي هنا شبيه الحدود؟ نصغرين شبيه ما بيها شيء. واضح؟ ما بيها شيء الحدود. هسه هنا عندك مقام يسوي كامل نفس القواعد، عندك مقام يسوي كامل؟ لا. اخذ لي زوم عامل مشترك. عامل مشترك دائما اذن قواعد نفسه تمشي عليه. زين ناخذ زوم، من هو الزوم؟ عامل مشترك. العامل المشترك، ايش قد عامل مشترك؟ اكس. عمود اختصر لي هذا. زين اذا طلع اكس تربيع اما راح اختصر واحد راح يبقى واحد راح ارده واوزعه. مو سهل ولا؟ بنفس الشيء كيفك انت براحتك. طلعت اكس واحد ايش بقى؟ اكس. طلعت اكس واحد ايش بقى؟ عليه؟ اكس. اكس دي اكس. هسه شنو؟ اختصر. صح عليك ربع. بس اذا وزعنا المقام على البسط هم نفس الشيء راح تطلع. شلون؟ نفس الشيء عادي. اذا كانت القاعده الثانيه اذا كان البسط في هذه الحدود والمقام حد واحد موزع على البسط ونقتصر. مضبوط حلك مضبوط. كل اي حد تحلوه ما هو قاعده موجوده عندكم نمشي عليه. واضح؟ يلا هسه ايش راح يصير عندنا؟ 0 الى 2 اكس زائد اكس تربيع دي اكس. هسه اكو مشكله؟ هسه الربع كامل زيد الاس واحد قسم على الاس الجديد زائد زيد الاس واحد وقسم على الاس الجديد. مين وين؟ الصفر الى 2. من الصفر الى 2 ايش راح نسوي؟ نفتح قوسين بيناتهم سالب. يلا عوضوا الاثنين 4 2 2 زائد عوض الاثنين 8 على 3 8 على 3 اختصار ما اختصار شو يسوي العوفه 8 على 3 صفر. عوض الصفر صفر. عوض الصفر صفر. هاي راحت. واضح؟ هاي راحت صفر كلها. شو بقى هنا عندنا؟ 2 زائد 8 على 3 يلا وياي ست. هاي ايش قد؟ 6 زائد 8 14 على 3 انتهى. زين هذا هو التكامل شنو؟ المحدد. تكامل المحدد. نعم. قانون هذا قانون هو التكامل. زين الحد الكبير ناقص شنو؟ الحد الصغير. هاي شغلاتها بالمساحه. شغلاتها نرجع لازم للاساس مال التكامل. هاي دوخه بيها شويه. يعني اذا مستعدين للدوخه سادوقكم بخمس دقائق. اخر خمس دقائق ذكرني على مود ادوقكم بيها. زين؟ بس مصطفى بس مصطفى يبقى؟ يلا لكم كمعلومات يعني هيجي معلومات شلون اجى التكامل؟ من اكتشف التكامل؟ زين؟ اخر خمس دقائق راح افسر لكم كلها. قانون التكامل هاي علامه شلون اجتي؟ يعني الاشتقاق مال التكامل كله شلون اجى الموضوع؟ واضح؟ زين؟ من باي على 2 الى 0 اكس زائد كوساين الاكس دي اكس. كم اكس تربيع على 2 كم ساين تكامل الكوساين ساين هذا الزوجه من يطلع الزوج من هو الزوجه الساين. هسه اورف ركز وياي اورف هنا شنو؟ اكو رقم؟ لا هذا كو؟ لا هذا ينقى كمان هو نفتهم وياي ولا لا؟ زين نفس القواعد اللي اخذناها بعد 2 اللي وين؟ من سالب باي على 2 الى صفر. هسه اريدك تركز وياي ركز لي هنا ساين سالب ثيتا كوساين سالب ثيتا تان سالب ثيتا. اذا هاي ملاحظه دير بالك عليها كاتب عليك بس انتبه وياي انتبه وياي كل النقاط السالب معادله بالضبط. هاي داله زوجيه ليش؟ عم تفهمها. هاي داله شنو؟ فرديه. هاي داله شنو؟ فرديه. زين الدوال الفرديه السالب تخليها ورا. واضح؟ يعني التان الساين والتان السالب اللي يم الزاوية يرجع لي ورا. الكوساين تبلع السالب. واضح؟ الكوساين ايش فيها؟ تبلع السالب. فاريدك تنتبه على هالشغلة.
زين واحد يسأل لك ليش الكوساين تبلع السالب؟ قول لي دالة زوجية. شنو دالة زوجية؟ هاي لازم ارجع لك رسم الدالة عوف هسه واضح؟ زين فهنا شنو عندك؟ دالة زوجية وهاي دالة شنو؟ فردية. الدالة الزوجية تبلع السالب، الدالة الفردية تخلي السالب وراها، ترجع السالب اليم الساوية وين؟ وراها. هسه وياي رابط؟ رابط وياي؟ زين. بصورة عامة كل الدوال هذا يعني السالب والتان طلع عن السالب وراها ما عدا الكوساين تبلع السالب، انتهت؟ حفظت؟ زين. هسه شلون نفتح؟ قوسين بيناتهم سالب. شنو راح اعوض بالبداية؟ صفر على اثنين صفر زائد ساين منو؟ صفر الصفر ساين الصفر. بدال كل اكس قدامك تعوض صفر. واضح؟ هسه بدال كل اكس قدامك ايش تعوض؟ سالب باي على اثنين. سالب باي على زين؟ على اثنين. كل التربيع على اثنين. وياي؟ بدال اكس عوض سالب باي على اثنين. زائد ساين بدال اكس راح اعوض سالب باي على اثنين. ها؟ منتبه وياي؟ هذا ايش قد؟ صفر. وهذا ايش قد؟ صفر. ساين الصفر، هذا الصفر، صح؟ هذا الصفر. ساين الصفر ايش قد؟ صفر. يلا. ايش بقى هنا عندنا؟ هذا راح كله صفر، ناقص. هذا ايش قد؟ سالب باي تربيع. باي تربيع، روح السالب. اثنين تربيع. أربعة. على؟ اثنين. وياي ولا؟ هذا السالب اليم الساين شو يسوي للساين؟ رجع لورا. الساين والتان يرجع عن السالب لورا. الكوساين تبلع السالب. زين شو راح يصير؟ ساين باي على اثنين. ها؟ مركزين؟ ها ملاحظة الأخبار على السالب. يبقى لك. تبي هنا هذا سالب يدخل عليه على القوس. إذا عندك مقام ايش تسوي؟ تضرب المقامين مو شيء؟ إذا عندك مقامين تضرب المقام أو عملية القسمة حول هاي المنظور. الكسر الأول، الكسر الأول باي على اثنين على أربعة، والكسر الثاني ايش فيه؟ يضرب. ايش راح يصير؟ واحد واثنين على واحد، ايش يصير؟ واحد. ايش راح يصير؟ باي تربيع على يمين على ثمان. أو راسم نقول نضرب المقامين. واضح؟ اللي ايش قد؟ باي تربيع على ثمان ناقص. هاي ايش قد؟ ساين 90 بس واحد. واحد. صفر صفر واحد سالب واحد سالب واحد منو هاي 90 ساين 90 ايش قد؟ واحد هذا الواحد. ها؟ رابط؟ ركز وياي. ايش راح اسوي السالب؟ وزع. راح يصير سالب باي تربيع على 8 زائد 1 زائد 1 انتهى. واضح؟ انتهى. اذا تريد تعجبك يعجبك انه تسوي خطوه يعني نهائيه توحد بس مقامات يعني افضل كل افضل. شو راح تقول؟ 8 في 1 8 مو صح؟ 8 زائد سالب باي على 2 يعني سالب باي على 2 زائد 8 على 8 انتهى. زين؟ او شلون توحد اذا ما افتهم بهذه الطريقه؟ شلون توحد مقامات؟ عزيز المقامات واحد. اضرب المقامات ثمانية. نضع المقام الجديد بجانب كل كسر. نجرى عمليه شنو؟ اختصار. ايش قد بقى عندي؟ سالب باي تربيع زائد هاي ما بيها اختصار واحد في ثمانية. وياي؟ وياي طرق توحيد المقامات. وساعدك على طريقة يعني الراجعة هي قديمة الراجعة من 3 إلى 2 x تكعيب ناقص 1 على x ناقص 1 dx. يلا يلا اشتغل وياي. هذا شنو هاي؟ بالضبط. أول شغلة ايش فيها الحدود؟ صار بالعكس. هاي كبير وهذا شنو؟ لازم شو اسوي؟ لازم احصالي هاي سالب من الكل. واضح؟ فالدائره حقتها قبل التكامل للكل. زين واقلب الحدود اثنين الى ثلاث. زين شلون تكامل هذا؟ عندك مقام يصير؟ شوف المقام غير مرفوع. اذا العب لعبه خلص المقام صح ولا لا؟ حسب القواعد مال الباب الاول القواعد الستة. اذا عندي مقام ما يصير
العب لعبه خفيفه بالباص وتخلص. يلا بس المقام لازم تخلص من عنده. شنو اللعبه الخفيفه؟ بالضبط. هذا مين جاي؟ اكس في اكس في اكس مكعب. هذا مين جاي؟ واحد في واحد في واحد مكعب. وبيناتهم فرق بين مكعب. ضعفت عن قوسك. قوس صغير؟ قوس كبير. قوس كبير بالضبط. اخذ واحد من الاول واخذ نفس الاشاره واخذ واحد من الثاني. صح ولا لا؟ القوس الكبير يطلع من القوس الصغير. شلون يطلع من القوس الصغير؟ مربع الاول عكس الاشاره. بالضبط عكس الاشاره. بعد اثنين بالاول بس الاول بالثاني. مو اثنين بالاول بالثاني. الاول بالثاني اكس زائد مربع الثاني واحد زائد مربع شنو؟ الثاني. شنو اللي بشارة؟ صفر صفر صفر. هلا شو بقى هنا عندنا؟ من اثنين شو بقى؟ اكس تربيع زائد اكس زائد واحد دي اكس. هسه شو تسوي؟ كامل ما عنده بعد شيء. يلا زيد الاس واحد قسم على اس جديد زائد اكس تربيع على اثنين زائد اكس مين اللي وين؟ من اثنين الى ثلاثة. صح؟ سالب بالضبط. السالب يبقى لك سالب هذا المن الكل. عرفتين؟ السالب المن بالكل. هذا الكل وياي؟ زين هذا السالب الكل. ايش راح نفتح السالب؟ قوسين بيناتهم سالب سالب والسالب نزلته ياي. هذا الكل. عرفتين؟ ايش راح اعوض بالقوس الاول؟ ثلاثة تقعيد 27 على 3 9 زائد هنا 9 3 تربيع 9 على 2 9 على 2 زائد 3 واضح؟ ايش راح اعوض هسه؟ 2 تقعيد 8 على 3 8 على 3 ما بيها اتصال زائد هاي زائد 2 تربيع 4 4 على 2 2 زائد 2 3 و9 12 12 يعني 9 على 2 زائد ايش قد؟ 12. ايش راح اسوي للسالب؟ اوزع ايش راح اصير يلا وياي؟ ايش راح اصير؟ سالب 8 على 3 زائد ناقص 4 صح؟ لان ايش قد؟ زائد 4 دخل لها سالب سالب 4 يعني جماعتنا دخل السالب عليه. سالب هذا نزلنا 9 على ناقص 8 على 3 زائد 8 ليه زائد 8؟ 12 هاي تشبه هاي؟ لا نزلتها وياي؟ هاي تشبه هاي؟ اجمعتها وياي ولا لا؟ هاي قلت ان انا موجب 12 تروح من عندها 4 موجب 8 هسه المقامات متوحده؟ لا شو اسوي؟ اوحد مقامات اوحد شنو؟ مقامات شلون اوحد مقامات؟ اما سهل طريقه سريعه هسه بعدين اعلمك عن طريقه ثانيه نضرب المقامات زين ستة اثنين في ثلاثة ستة في واحد ستة نضرب المقامات واضح؟ نخلي المقام جديد بجانب كل كسر نجرى عملية الاختصار ثم عملية الضرب يلا ثلاثة في تسعة 27 ناقص اثنين في ثمانية زائد 8 4 ها متفقين وياي؟ وين يساوي؟ ركز وياي، هذا السالب نزلته الكل. 48 تروح من عندها 16 او هيك نسوي بس ركز وياي. 48 زائد 27 مو؟ عوف هذا السالب. 48 زائد 27 5 هذا قد بيها؟ 5 بيها قد؟ 1 5 و 7 زين ناقص ايش قد؟ 16 ناقص 16 ها مصر شو تصير؟ 6 وها شو تصير؟ 15 15 ناقص 6 9 9 5 9 و 50 اذا 59 على 6 ويساوي يساوي 59 على 6 واضح؟ بس ركز لي هنا لهنا انتهى السادس علمي اشتغل عندك من هو الخامس ابتدائي واضح؟ اشتغل منه هنا عندنا الخامس ابتدائي، ليش انا توحيد مقامات عملية مصري ولا ما عندنا مشكلة، انا عملية جمع وطرح. بس احنا وين نغلط؟ ما نغلط بالسادس علمي، وين نغلط؟ الخامس ابتدائي، زين؟ احنا ما نغلط بالسادس علمي، نغلط بايش؟ بالخامس
تداعي. يلا من 1 إلى 3 2 x تكعيب ناقص 4 x تربيع زائد 5 على x تربيع dx. من 1 إلى 4 x ناقص 2 x زائد 1 كله تربيع dx. يلا ساعة شلون شلون تعمل؟ إذا كان عندي البسط دالة كثيرة للحدود المضاعف حد واحد موزع المضاعف على البسط. صار عادة صعبة وغير شاكل؟ ماكو مشكلة وبعدين توزع مو؟ نعم. يلا ماكو مشكلة. يلا هسه شلون راح نسوي؟ 2 اكس تكعيب على اكس تربيع ناقص 4 اكس تربيع على اكس تربيع زائد 5 على اكس دي اكس. هسه نختصر. هاي ويا هاي القواعد، هذا ويا هذا راح اصلا، وهذا ما ادري شو نسوي اصلا، بعدين فوق نغير الشارع. من 1 لمن؟ الى 3 شوف احنا عندنا 2 اكس ناقص 4 زائد 5 اكس سالب 2 دي اكس. شو راح نقول هنا؟ زيد ناقص 1 قسم على 2. يعني راح يصير هنا 2 اكس تربيع على 2 ناقص 4 اكس زائد 5 اكس سالب 1 على سالب 1. تستهبل ولا لا؟ هذا كله ترى مراجعه مراجعه. زين هنا زيد نص 1 هنا احط البدايه الجانب الثالث اكس وهنا زيد نص 1 سالب 2 زائد 1 سالب 1. من يومين هذا جديد هسه بس هذا من 1 الى 3 من 1 الى 3 هاي تروح صح؟ بقى هنا عندنا اكس تربيع ناقص 4 هاي السالب وهاي موجب سالب زين انا ما اتعامل ويا الاس السالب وين ينزل ايش راح يصير؟ 5 على اكس اس 1 يحتاج اكتبه؟ لا من 1 الى 3 من 1 الى 3 خلينا نفتهم؟ ايش راح اسوي هسه؟ افتح قوسين بيناتهم سالب يلا بدا كل اكس راح اعوض 3 هاي قد 9 9 ناقص هاي قد 12 ناقص 5 على 5 على 3 ابدا كل اكس راح اعوض 1 1 هذا ايش قد 1 1 ناقص 4 4 ناقص 5 يعني 5 على 1 5 4 في 1 4 1 تربيع 1 وياي 5 هسه وياي ايش قد هنا عندي 9 سالب 3 ناقص 5 على 3 تفهم؟ جماعة الذهني سالب 3 ناقص 5 على ايش قد؟ على 3 هسه وياي شلون ايش قد عندنا؟ سالب 9 روح من عندنا واحد سالب 8 وهنا سالب موجب 8 موجب 8 ها؟ يلا هنا ايش قد عندنا؟ 8 وسالب 3 موجب 5 ناقص 5 على يلا 3 في 5 15 15 ناقص 5 10 على 3 واضحة؟ يلا هنا ايش عندي هنا بالبداية؟ شنو هذا؟ تربيع شنو؟ ورا واحد ثاني من 1 إلى 4 ماكو مشكلة بالحدود يلا اكس ناقص 2 زيد ناقص 1 مو صح؟ لا صح نفتح شنو؟ مربع حدانية مو؟ نفتح شنو مربع؟ حدانية شنو مربع حدانية؟ مربع الأول يعني الأول والثاني بس ايش راح اسوي؟ شو اسوي؟ القوس ناقص 2 القوس الأول على يمين يعني شنو ايش راح يصير هنا عندي؟ اكس في هذني كلهم مو؟ يلا وزعوا له وياي وزعوا وياي اكس في اكس تربيع اكس تكعيب ناقص 2 اكس في 2 اكس 2 اكس تربيع اكس في 1 اكس صح؟ شو هذا هسه؟ سالب 2 على الكل سالب 2 في اكس تربيع سالب 2 اكس تربيع بعد سالب 2 في 2 سالب 4 اكس بعد ناقص 2 دي اكس وياي سالب 2 في 1 سالب 2 هسه قبل ما اكامل شو اسوي؟ اجمع المشارات من 1 الى
أربعة، خلينا نجمع عن الإشارة. هنا عندي شنو؟ أكس تقعد أكو وياه؟ لا. يس. هنا شنو عندي؟ موجب. ين أكس سالب. سالب ين أكس سالب ين؟ تروح صفر. صح؟ بعد. هنا شنو عندنا؟ موجب واحد أكس. وسالب أربعة أكس. سالب ثلاثة إكس سالب أربعة إكس وموجب واحد إكس سالب أربعة ومن عنده واحد سالب ثلاثة إكس وياي إيش بقى هنا عندنا ناقص إيش قال ناقص الاثنين شنو دي إكس يلا زيد الأس واحد قسم على الأس جديد ناقص زيد الأس واحد وقسم على الأس جديد ناقص اثنين إكس من واحد لا شو حسوي؟ قوسين بيناتهم سالب يلا هاي قوسين هاي بيناتهم سالب عوض ايش قد؟ أربعة أربعة أس أربعة بس عندك وياي أربعة في أربعة في أربعة في أربعة على ايش قد؟ بس ركزي بس استوعب بس عندك وياي هاي ايش قد؟ أربعة أس أربعة عليه أربعة صح ولا لا؟ أربعة أس أربعة على ايش قد؟ على أربعة صح؟ يعني شنو أس أربعة؟ يعني أربع مرات في نفس راحت وحدة وبقى ايش قد؟ ثلاثة صح ولا لا؟ تريد تجمع تضرب من بعدين تقسم كيفك ماكو مشكلة تريد راسين تختصرها كيفك عادي وياي؟ ثلاثة أربعة في أربعة 16 في أربعة 64 واضح؟ أربعة وستين أربعة وستين فهمتوا شنو صار أربعة وستين؟ ناقص شو أعرض هسه؟ أربعة تربيع 16 ركز وياي ثلاثة في 16 على 2 على 2 بها واحد على 2 8 في 3 أربعة وعشرين فهمتوا شنو صار أربعة وعشرين؟ بس ناخذ على صفحة اختصرنا ونحط الرقم جاهز ناقص أربعة في اثنين ثمانية هسه شنو راح أعوض؟ واحد بس أربعة واحد عليه أربعة واحد في ثلاثة ثلاثة عليه اثنين ثلاثة على اثنين واحد في اثنين سالب هسه انتبهوا وياي ركزوا وياي أربعة وستين يروح من عند أربعة وعشرين أربعين أربعين يروح من عدد ثمانية اثنين وثلاثين اثنين وش قد وثلاثين شو راح يسوي السالب وزن راح يصير واحد على أربعة بعد زائد ثلاثة على اثنين بعد زائد اثنين صح ولا لا وياي هذا سالب هذا صار موجب سالب هذا صار موجب هذا صار موجب ليش هيتوزع عليه شنو السالب اثنين وثلاثين واثنين أربعة وثلاثين ناقص واحد على أربعة زائد ثلاثة على ثمانية. هسه هنا عيني راحت واحد مقام على ثمانية يصير وبعد على أربعة يصير صح ولا لا؟ أنت تريد طريقة ثانية توحيد المقامات هاي خذها من هنا ركزوا وياي. شنو المقامات اللي عندك؟ واحد وين هسه؟ أربعة وش قد؟ واثنين. ايش قد هاي؟ على اثنين مو؟ هاي قد بيها؟ اثنين هاي؟ واحد بعد على ايش قد؟ على اثنين هاي ايش قد بيها؟ كل واحد ينزل صح؟ اثنين في اثنين أربعة اثنين في اثنين أربعة فناخذها على أربعة إذا شنو توحيد المقامات علي ما راح يصير؟ على أربعة تفهم؟ هنا هذا مو تحليل ما جذر تربيعي أخذ اثنين وياي؟ مو تحليل ما جذر تربيعي ولا تحليل ما جذر تكعيبي زين هاي قد يطلع لك كم رقم كلهم تضرب الارقام اللي عندك زين مو كل اثنين ناخذ وحده ماكو شيء على مجرد تربيع هذا واحد مقامات دير بالك مو تخبط بيناتهم زين فهنا شنو عندنا؟ اثنين في اثنين اربعه اخذنا الاربعه راح اوحد المقامات عليه من؟ على اربعه هسه راح اكررها عليك هاي الطريقه وياي؟ على ايش قد؟ على اربعه خلي الاربعه بصف كل كسر نجرى عمليه الاختصار ثم عمليه ضرب هنا اكو اختصار؟ شو راح نقول؟ أربعة في أربعة وثلاثين
أربعة في أربعة 16 أربعة في ثلاثة 12 واحد 13 ناقص واحد الأربعة توقف إلى الأربعة واحد زائد اثنين هاي شو بيها اثنين في ثلاثة ستة هاي شيء عدد 136 روح من عندها واحد 105 وش قد؟ زائد 6 ويساوي 101 صح؟ ويساوي 141 على هذا الحين سهلة؟ اكو مشكلة؟ احنا كان طول بيش هاي ما تغير المقامات فهمت؟ يعدل بالنواتج كل النواتج احنا راح نوصل وياها للاخير يعني ما راح اقول لكم في اليوم هذا ناتج عليكم زين هذا ان شاء الله بعد تعلمتوه احنا كلها هي شغلات بيكم راح تختارون بالنواتج من تقرا بالبيت اقرا الاخير الاخير السؤال واضح يعني كمل السؤال الاخير طلع النواتج لا تعرف عن نص والله انا هذا بعد هذا انا اعرفه زين ديفايد تكامل تكامل من من اثنين الى ثلاثة اكس اس اربعة ناقص واحد على اكس ناقص واحد دي اكس يلا فكروا فكروا شلون راح اكامل هذا السؤال ليش فرق بين مربعين؟ المقام ايش فيه؟ مو مرفوع راس، اذا شو صار؟ لعبة خبيثة بالباص، خلاص مين؟ المقام ممتاز. اسم واحد رباع على اربعة سي كي تربيع الاكس دي اكس، اقل من كلمة دوال شنو؟ مثلثية. من باي على اربعة إلى باي على اثنين، دي باي، هنا ايش قد هاي؟ قد يعني؟ 45 وهنا ايش قد؟ 90 لازم 45 جوا حتى بالبايات لازم صغير جوا وكبير فوق كوس اي كي تربيع الاكس دي اكس تكامل من صفر الى باي على ثلاثة سي كي اكس تان الاكس دي اكس هذا السؤال تاخذ من واحد الى ثلاثة اكس تكعيب دي اكس تعال خلينا نخلص من عندنا يلا زيد الاس واحد وقسم على اليمن على اس جديد زيد الاس واحد وقسم على اليمن على اس جديد مين اللي وين؟ من واحد الى ثلاثة شو راح نسوي؟ نفتح قوسين بيناتهم سالب يلا عوض ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة في ثلاثة واحد وثمانين على واحد وثمانين على أربعة عوض الواحد واحد على أربعة كويس واحد هذا ايش فيه المقامات؟ طاح في ثلاث أقوال ايش فيه المقامات؟ آخذ مقام واحد واحد وثمانين ناقص واحد ثمانين على أربعة يلا خلينا نرجع لأسئلة لا ايش راح اسوي قدو؟ فرق بين؟ يعني عندي مقام مرفوع الى قص لازم العب لعبه خبيثه خلص اثنين من المقام من المقام من اثنين الى ثلاثه دي اكس راح افتح السين قوسين اكس ناقص واحد هذا مين جاي بالضبط؟ واحد موجب واحد شنو سالب؟ هذا مين جاي؟ اكس سالب هذا مين جاي؟ بس انت هذا اختصر ولا لا لازم على اللعبه الخبيثه الثانيه اللعبه الخبيثه بهذا القوس الاول والقوس الثاني ايش من الاول؟ ما عندك صح؟ ما عندي قانون جمع بين ما عندي قانون فرق بين لذلك راح احل هذا القوس ايش راح يصير عندي من اثنين الى ثلاثه اكس تربيع زائد واحد هنا شنو؟ راح افتح قوس اكس بالاكس موجب سالب واحد واحد دي اكس على اكس ناقص واحد شنو الاشاره؟ اختصار هسه اقدر اختصر هذا صار عندنا هسه هنا قوسين ايش راح اسوي؟ من اثنين الى ثلاثه اكس تربيع في اكس اكس تربيع
في واحد اكسترنالي اكسترنالي زين واحد في اكس اكس واحد في واحد دي اكس اكو شيء مشابه يا جماعه اربعه بالك زيد للاس واحد قسم على الاس دي جت على زائد ثلاثة على ثلاثة زائد تربيع على اثنين زائد اكس من اثنين الى ثلاثة شو راح اسوي تحت قوسين بيناتهم سالب شعور ثلاثة أس أربعة واحد وثمانين على أربعة زائد عوض سبعة وعشرين على ثلاثة تسعة زائد عوض تسعة على اثنين زائد زائد ثلاثة شرح عوض السناني اثنين اثنين أس أربعة ستة عشر على أربعة أربعة زائد اثنين تقعيد ثمانية على ثلاثة ثمانية على ثلاثة زائد اثنين تربيع أربعة على اثنين اثنين زائد اثنين هسه شنو اللي يعدي هنا واحد وثمانين على أربعة صح؟ بعد شنو عندنا؟ زائد تسعة على اثنين زائد 12 ها؟ بس ركز لي هنا هاي ايش قد؟ أربعة وهي أربعة؟ ثمانية راح أدخل عليها سالب ثمانية سالب ثمانية راح أدخل هنا سالب ثمانية ثمانية على ثلاثة ها؟ واحد يلا هسه واحد وثمانين على أربعة زائد تسعة على اثنين ناقص ثمانية على ثلاثة زائد أربعة أكو هالشي مشابه بعد جمعة؟ لا شو راح أسوي؟ توحيد المقامات يلا وياي طريقة توحيد المقامات كل المقامات ناخذها عند الواحد هذا ما يعتبر مقام قد هنا عندي أربعة واثنين وثلاثة على زيد الست على اثنين بيا اثنين بيا واحد ما بيا واحد والثلاثة تنزل واضح؟ لا ما بيها تنزل بعد على اثنين بيا واحد كل واحد بعد خلاص عندنا والثلاثة تنزل على ثلاثة واحد هذا اللي كلهم صار من واحدات اذا شو نسوي شو نقول اثنين في اثنين في ثلاثة اذا واحد مقامات على 12 راسيو استعملتوا هذا واحد المقامات اذا تريدون كل الرياضيات تستخدمون هذه الطريقة بكيفكم واضح؟ انا اشوف هذه الطريقة ما تخطئكم يعني ما تعتمد على الاحتماليات مالتكم يعني عامل مشترك اكبر اصلا ما تستهدفين معاكم وياي هي طلعتها رقم على شد الست على 12 شو راح نسوي؟ نخلي 12 بجانب كل كسر نجي بيها لا لا اجد بيها ستة اجد بيها أربعة هاي ثلاثة في 81 203 و 40 مو صح؟ يعني ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة في 8 24 زائد 54 ستة في 9 54 ناقص 2 وثلاثة زائد ثمانية ثمانية أربعة ويا لك تعال سوي هاي زين زائد ميتين وثلاثة وأربعين زائد زين زائد أربعة وخمسين زائد سوي هيك من الامتحان واضح سوي هيك مثل هاي ايش قد هاي؟ ثمانية وأربعين انت داخل من الامتحان لأنه هو جمع هو جمع روت. هاي ايش قد هاي عدد؟ هاي 7 8 15 صح؟ 5 ب 5 10 ب 4 14 قد هاي؟ 3 ناقص 2 و 3 عرفتهم؟ جمعت الموجبات بعدين نقص السالب. هاي ايش قد؟ 3 هاي ايش قد؟ 1 3 اذا 300 وش قد؟ على 12 هذا مو نفسه ما فهم الباب الاول؟ مو نفسه؟ بتشار شنو؟ بتشار شنو هنا؟ غير نفسه بالضبط نفسه وكان ذكر هذا السالب مو موجود اي سالب مو يلا هسه نبيع من صفر لمن؟ الى واحد جذر اكس بالبدايه لازم نخلص المين من التربيع مربع مربع الاول اكس ليه جذر اكس تربيع اكس يا ايه بعد
اثنين في الاول في الثاني اربعه جذر اكس زائد مربع الثاني اربعه. شو راح نسوي لهذا؟ وزن. راح نسوي الوزن. كيف؟ ماكو مشكلة، حول الأس وتوزع، وزع بعدين تحول الأس، كيف؟ أنا أحوزع بعدين أحول الأس، ماكو مشكلة. جذر إكس في إكس، إكس جذر إكس زائد أربعة. جذر إكس في جذر إكس، إكس زائد أربعة في جذر إكس، جذر هسه شنو نحول؟ أسس. من صفر لمن؟ إلى واحد. إكس، هاي شيء. إكس أس نص. زائد أربعة إكس زائد إكس أس نص، يعني الداخل على الخارج، الداخل على اليمين على الخارج، مثل ما بتعرفي أربعة هنا هاي الأربعة دي إكس، واضح؟ الداخل على اليمين على الخارج. هسه عنده ضرب في مجموعة الأسس، عنده ضرب في مجموعة الأسس، شو راح يصير؟ ثلاثة على اثنين، يعني واحد زائد نص، مو؟ عنده ضرب في مجموعة الأسس، واحد زائد نص ثلاثة على اثنين فيك صح؟ زائد أربعة إكس زائد أربعة إكس بس نص دي إكس. شو راح يسوي السد؟ كارل واحد ما عندنا مشكلة. يلا زيد الأس واحد. شو راح يصير؟ خمسة على اثنين على خمسة على اثنين. زائد أربعة إكس تربيع على اثنين. زائد أربعة إكس بس ثلاثة على اثنين على ثلاثة على اثنين، مو صح؟ من صفر الى واحد. هاي بس الاربعة في اثنين ثمانية. واضح؟ شو راح اسوي السي؟ بيناتهم؟ شو راح اعوض بدال كل اكس؟ واحد. واحد تحت الجذر واحد في الاسس واحد وهذا كله واحد في اثنين زائد واحد تربيع اثنين في اثنين اثنين واحد في ثمانية على ثلاثة ثمانية على ثلاثة هذا شيء صفر في أي شيء صفر صفر هذا كله صفر واضح؟ شو راح يصير هنا انتبهوا وياي اثنين على ثلاثة على خمسة عفوا زاد اثنين زاد ثمانية على ثلاثة على 15 واحد المقامات على شيء على 15 سوى هذا نفس الشيء أو شو تقول نضرب المقامات كيف؟ على شيء راح واحد 15 راح أخلي هنا 15 وهنا 15 وهنا 15 هاي جد بيها في اثنين ستة وين وصل لي؟ للزائد يلا أخذ اختصار؟ لا راس الاثنين في 15 30 وين وصل لي؟ للزائد هاي جد بيها خمسة في ثمانية أربعين وثلاثين أربعين وثلاثين سبعين وستة ستة وسبعين على خمسة عشر فوعلي هنا راح نتعلم في الملاحظة مهمة قبل الأسئلة راح نتعلم في الملاحظة مهمة بس تبيك وياك هذا منين؟ عشر مستوى لا من يطلع يسوي من هو اخوه؟ تابع عشر يطلع عشر بالضبط يطلع عشر نسوى اكو هنا رقم؟ هاي فوق؟ هاي ذكر لو انثى؟ انثى من حطنا بس نص مين وين؟ نص صفر الى هاي على اربعه شو راح نطلع؟ بيناتهم؟ تان؟ ناقص تان الصفر مرة عوضت بدال اكس باي على اربعة مرة عوضت شنو؟ صفر تان الخمسة واربعين تان الصفر صفر زين واحد ناقص صفر واحد واضح؟ خاف تنسى التان التان هو من وين؟ ساين الساين على يمين على كوسان ساين الصفر
ساين الصفر صفر كوساين الصفر واحد صفر على اي شيء صفر واضح صفر على اي شيء صفر هذا خلصنا يعني لا تجي تاون وما تعرف الناتج مالته ايش يسوي ساين ساين على كوساين نفس الشيء ناخذ 45 زين تان شنو تان 45 هو منو ما ساين 45 علينا على كوساين 45 واحد هنا بالساويات صح واحد على جذر 2 واحد على جذر 2 واحد اول شغله نجعلها عاملين كوسيك عجوز ولا عجوز منو اخوه كوتا هو يطلع يسوي عشان كوسان يطلع شنو شاف صار اول شغله هناك رقم لا هاي كو كوسان عطله شنو صار هاي انثى ذكر ما انا ميلي 1 من باي على 4 الى باي على 2 دائما 45 الى 90 يعني صغير جوا وكبير وين فوق هسه ايش راح اسوي هذا السالب ما الكل هذا السالب مال من ما الكل ايش راح اسوي افتح قوسين بيناتهم سالب اعوض بالبدايه 90 باي على 2 بعدين اعوض شنو 45 كوتان هذا كوتان 45 باي على 4 يلا هسه نجي على اليمين على الكوتان يا كوتان مال من؟ مال 90 كوتان 90 يساوي هو منو الكوتان؟ كوساين مال من؟ مال 90 مال 90 وياي كوساين هاي 90 كوساين مال ايش قد؟ صفر صفر ساين 90 واحد صفر صفر ويساوي صفر واحد ناقص هسه نجي على اليمين كوتان باي على 45 ركز وياها 5 وش قد؟ 5 و 40 هنا 45 و 45 واحد على جذر 2 واحد على جذر 2 واحد على جذر 2 ايش قد راح يصير؟ واحد استاذ اقدر اعتبر انه مقلوب التان و... مقلوب التان وعادي ماكو مشكله زين نفس الشيء هم واحد سالب صفر ناقص واحد سالب واحد هنا سالب موجب واحد موجب واحد ها شوفوا لي هذا سيكا تان وانا اخوان ريت عرس من هي؟ سيكا هي تعرس ميلي وين؟ من الصفر؟ ونفس الشيء هنا انا اكون رقم؟ لا هاي كو؟ لا ايش راح افتح السيكا؟ عوض ايش قد؟ باي على بعدين عوض ايش قد؟ سيكا صفر هسه هذا سيكا ما حافظ من النواتج مالتها سيكي منو؟ الستين واحد على الكوسة سيكي شنو؟ الستين بسام هي مقلوبة واحد على الكوسة واحد على مقلوب الكوسة صح؟ يا زاوية ستين ويسام كبير كبير واحد كبير مع كبير نص 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 مقام المقام بسط بسط اثنين ناقص سيكي الصفر سيكا شنو؟ الصفر اللي هي واحد على كوساين الصفر واحد كوساين الصفر واحد واحد صح؟ هذا الصفر كوساين ما ادري واحد واحد على واحد واحد ناقص واحد ويساوي واحد واحد ها تنتو يعني خاف تجيكم في شي دوال انتم ما تعرفون شلون القيم مالته رجعوا لمقاليمها الاصليه راح تعرفون القيم مالته يعني هاي الجدول بالبدايه مال حراس التسعه طبعا انا ايش قلت لك؟ قلت لك الباب الاول زين الباب الثاني علينا نعتمد والباب الثالث والفصل الخامس كله يعتمد على الباب الاول يعني هو تكامل خلص بعد الباب الاول خلص يعني ما راح تجينا حالات جديده هناخذ سؤال اخير على مود انتهي الجزء الاول من الباب الثاني واضح؟ تكامل من باي على ستة باي على ستة يا زاوية 30 الى باي على 2 يا زاوية 90 90
ساين الاكس دي اكس. يلا بالباي على 6 الى باي على 2 عندك شنو الجذر وين بالمقام؟ بالضبط الداخل على الخارج. شو راح يصير؟ كوساين الاكس على ساين الاكس 1 على سالب 2 يعني نفس الشيء سالب 1 على 2 صعد ومغير الشارع. شو راح يصير؟ باي على 6 الى باي على 2 كوساين الاكس في ساين الاكس كله السالب 1 على 2 صعد صار موجب 1 على 2 صح؟ هذا صعد صار موجب. شنو عندي هنا؟ قوس مرفوع على مشتقة داخل داخل مشتقة نفس الشيء. يلا مشتقة داخل القوس مشتقة الساين كوساين. انتبه لي اولا مشتقة الزاوية اصلها مو كون مثل ما السالب يبقى لك عدد الشغلتين. هسه هاي موجوده ولا مو موجوده؟ اس واحد اس واحد اس على اس ساين الاكس كله اس 3 على 2 على 3 على 2 2 على 3 هسه نقلبها باي على 6 الى باي على 2 هاي ايش راح يصير؟ 2 على 3 جذر جذر هذا جذر التربيعي الياس الثالث ساين الاكس ميلي وين؟ من باي على 6 الى باي على شو راح افتح السالب؟ قوسين بيناتهم سالب. يلا 2 على 3 على كيف؟ نفسها ساين بالبدايه شو راح انزل؟ باي على 2 كله شنو؟ الاثنين يعني نفس هاي نزلتها هنا بس حطيت بدال اكس ايش قد؟ باي على 2 نفسها راح انزلها هنا 2 على 3 الجذر هذا التكعيب ساين باي على 6 هاي نفسها ننزلها بس نحط بدال اكس باي على 2 نفسها ننزلها بس بدال اكس باي على 6 ها اشكالات؟ ماكو اشكال؟ 2 على كم؟ على 3 ساين التسعين واحد هذا التسعين واحد ساين التسعين ايش قد؟ واحد تكعيب واحد وياي؟ يعني شو بيبقى بعد ناقص 2 على 3 صغير مع صغير نص جذر منو؟ جذر نص كله تكعيب صح؟ 2 على 3 ناقصا 2 على 3 زين الجذر يتوزع على اليمين على الفوق والجذر واحد على الجذر واضح؟ واحد تكعيب واحد واحد على جذر 2 هسه واحد تكعيب وجذر 2 تكعيب صح ولا لا؟ وزعت الجذر على الفوق والجذر ووزعت الاس على الفوق والجذر متفقين؟ اكو مشكله؟ بس ركز لي هنا خاف افتهمك جذر واحد على 2 كله شنو؟ تكعيب شوف شلون راح اسوي لك بس ركز وياي واحد راح اوزع الجذر فوق وشنو وجذر جوه شو راح يصير؟ جذر الواحد جذر الاثنين جذر الاثنين ايش راح اسوي؟ اوزع التكعيب على الفوق وعلى اليمين على الجوه واحد تكعيب واحد تكعيب على اليمين على جذر الاثنين ويساهم واحد تكعيب واحد احنا متفقين هذا الاس جوا برا نفس الشيء صح ولا لا؟ يعني هذا الاس لو نحطه هنا جوا ماكو مشكله راح شو يصير اثنين تكعيب اثنين جذر صح؟ يعني راح اشيل هاي كلها ايش راح تكتب؟ 2 واحد على 2 جذر 2 استهدوا شلون صارت هاي؟ ايش صارت؟ 2 على 3 ناقص 2 على 6 جذر 2 صح؟ بس ركز وياي اذا عندك رقم الجذر واحد إذا عندك شنو رقم والجذر مالته شو تسوي؟ جذر
حول الرقم جذر في جذر في جذر حتى شيء يصير يساوي صح ويساوي 2 على 3 ناقص جذر 2 على 6 تساوي 2 في 3 عادي ماكو مشكله زين بس انا عرفت لك 2 هنا انا ليش بعدين ما تضرب في جذر 2 على جذر 2 هاي اسلم صح زين شو راح اسوي 6 واحد مقامات هاجي بها 6 واجي 3 من العامل المشترك 6 مو 6 يلا حط هنا 6 خلي هنا 6 هاجي بها 2 في 2 4 ناقص ها راحت شو بقى عندي هذا وانتهى ماكو بعد مين طرح انتهى واضح استنتوني اكو سؤال اكو سؤال استنتوا هاي شلون صارت يعني بس وزعت الجذر ووزعت وراه لو سته ما عندنا مشكله هذا زين الزوايا انت تجيبيها اكبر مصدر يعني كبير زاويه كبير يعني بالجو يعني اقلبها هاي؟ لا فوق يعني مثلا باي على 2 الى باي على 4 نعم 90 و 45 نعم شو راح اسوي؟ انت لازم تقلب تصير 45 انت شو تحط؟ نفس الشيء تطبق على كل التكامل اكو سؤال؟